لقد علمنا الحسين عليه السلام أن باب الشهادة هو أقرب الطرق إلى الدرجات العليا وأضمن الوسائل لكسب الفردوس الأعلى وأفضل الأسباب للسلامة في الدين والدنيا. بحق أقول لكم، لولا نهضة الحسين عليه السلام لكان الذي يجلس في موقع الخلافة من رسول الله حتى يومنا هذا ويحكم باسمه الشريف هو كل طاغوت غاشم لا يعرف الله ولا يؤمن بيوم الحساب ولا يرحم العباد. لقد أعطى الحسين عليه السلام دمه الزكي لكي يعيد الحياة إلى الحياة ويعيد الحق إلى الحق ويعيد الأمل إلى الأمل ويعيد الإيمان إلى الإيمان ويخلص الدين من النفاق. لقد كانت ثورة الحسين ثورة الجوهر للجوهر بالجوهر وقيام الحق بالحق للحق ونهضة الدين بالدين للدين. كان الحسين في حياته هو الذي يخرج إلى الناس ليهديهم سواء السبيل، أما بعد شهادته فإن على الناس أن يخرجوا إليه ليهتدوا بهداه، ولعل ذلك من معاني مصباح هدى وسفينة نجاة. المصباح لا يطلب المحتاجين إلى النور بل يطلبه المحتاجون إلى النور، والسفينة لا تبحث عن طلاب النجاة بل يبحث عنها طلاب النجاة. لقد علمتنا عاشوراء أن خيار الشهادة هو الخيار الوحيد للأحرار، عندما يكون السيف هو الخيار الوحيد للسلطات.